في نسخته التاسعة انطلقت فعاليات ملتقى بنات مصر تحت عنوان فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية، واللي بيعتبر الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء، بهدف استعراض آليات تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية لدول الإقليم. عندنا مدن جديدة كتير جدا، مدن وتشييد بناء كتير جدا، ويمكن النهاردة المؤتمر احنا برضو كنا بنتكلم جوه على المؤتمر اللي احنا مصر منتظراه، وده منتدى كبير جدا، منتدى الحضري العالمي من 4 نوفمبر ل 8 نوفمبر. بندعي كل الشركات العمران وشركات التشييد والبناء انها تشارك في المؤتمر الخارجيه والداخليه، وان احنا المنتدى ده ان شاء الله يظهر بمظهر حضاري كويس، نقدر ان احنا نوضح فيه او نبرز فيه التطور اللي حصل في مصر الفتره الاخيره، نبرز فيه التطور اللي حصل في العاصمه الاداريه وفي العالمين، نبرز فيه خبره مصر في قضاء العشوائيات. واحنا فعلا في عدد كبير جدا من المشاركين قدموا في المؤتمر، ولكن احنا بندعي ان هو يبقى اكتر واكتر من كده كمان.